باضطرابات نفسية. ما هو الفرق بين المرض النفسي والعقلي، وهل يمكن أن يتداخل في حالات خاصة؟ ما حاجة المصابين بأمراض مزمنة لمتابعة نفسية هم أيضا؟ ولماذا لا تؤمن الغالبية بجدوى الطب النفسي ويفضل الكثيرون طرق الدجل والشعوذة؟ ما دور العائلة في العلاج، وإلى متى تبقى تعيش محنتها في صمت ورعب وحرج؟ كل ذلك وأكثر في برنامجكم بدون حرج، والبداية دائما مع نبض الشارع. بالنسبة لي على حسب الحالة ديال المريض النفسي، لكن بالنسبة للحالات اللي كاينين، الحالات اللي كيكونوا غراف يعني خاصهم مهدئات، خاصهم طبيب اللي غيكون سبيسياليست في المرض ديالهم. بالنسبة للحالات الاخرين اللي قد تعامل معهم، هما اللي كيكونوا بعض الحالات في الشوارع، قد يكونوا يعني انسان عادي تعرض لشي صدمة، بقى جديدة صدمة ولا شي حاجة بحال هكا، كتقد بالتعامل ديالك ما توصل لشي حل قريب. التعامل ديال المجتمع قليل اللي كيتعامل معهم بطريقه لطيفه ولا طريقه زوينه، يعني الاغلبيه كيقول لك هذاك مسطي بعد منه، عندك يضربك الحجار، هذه بزاف ديال المسائل بحال هكا. التعامل مع المرضى النفسيين خص تتعامل معهم بلطوفه، وما تحرجيش بكل شي كلمه اللي تخسر خاطره، باش هو ما يحاولش يتهجم عليك ولا شي حاجه، فهمتي؟ شكون لو وقع عليه شي مشكل باش وصل لذاك المرحله، وكله على حساب عقليته، كله على حساب العقليه ديالو. اللي ذكي في عقله راه غيتعامل معاه مزيان، واللي مسخ في عقليته راه غيضار معاه ولا غيضربوه. ولا المرضى، انا المرضى النفسيين هما تما بحالنا بحال غيرهم، كيكون عندهم واحد المرض نفساني اللي واحد المرض نفساني اللي كيكتسبوه ولا شيء، كل واحد وكيفاش كيتعامل معاه، كاين اللي كيعرف كيفاش يتعامل معاه من طلق ان هذاك السيد راه مريض، وان هذاك السيد راه خصو تا هو عنده الحق ديالو في العلاج، وعنده الحق ديالو في الحياه بحال هكا. وكلي كي ما كي ما كي كيتسوق هذاك السيد وكيخليه وكيهمشو، كما كي ما كيعتبروش انه بحالو بحال مواطن، بحالو بحال اخر ديالو. والمجتمع كله كيفاش، كله النظره، كله العقل ديالو، كله كيفاش غادي يتعامل معاه، واحد يتعامل مزيان، واحد يتعامل عيان، واحد يعني ما كي واخا كيشوفو ما كيعتبروش، ما كيديهاش فيه. الواجب شنو هو؟ الواجب هو الانسان خصو يتعامل مع خوه المسلم، يتعامل معاه بطريقه مزيانه، واخا يشوفو مريض ولا غادي يتعامل معاه. بالنسبه لي انا كنتعامل معاهم بخير، ماشي كنتعامل معاهم كحاله عاديه، يعني كناخذ بيدهم كنتعامل معاهم كانهم واحد من الناس العاديين، شي كنشوف عليهم شي نظره ناقصه. ولكن بالنسبه للبنادم الاخر على حساب، مثلا ملي كنكون كنعامل شي واحد مريض نفساني مثلا، تيقول لي انا بنادم تيعاملني بحال مسطي بحال شي حاجه، يعني شي واحد نظره اخرى على ان الانسان الاخر تيعامل المرضى النفسانيين كانهم مسطين ولا فهمتي. ولكن ما كيفهمش بان هذاك المريض النفساني راه محتاج الانسان اللي غيدعمه، ولا اللي غادي يوقف معاه، اللي غيسانده، اللي غيحاول انه يعالجه، واخا غير بالهضره يقدر هذاك الانسان اللي مريض نفساني يتعالج. وهذه هي الفكره اللي عندي.